اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البدايه برحب بضيفي احد اساطير الكره الطائره في النادي الاهلي بل في مصر كلها، والمدير الفني لفريق الكره الطائره سيدات، واللي حصل بطوله الدوري العام او حسم بطوله الدوري العام منذ يومين. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك. انا مبسوط طبعا ان انا موجود في قناه الاهلي بعد التطوير الكبير اللي انا شايفه ده، حاجه الحقيقه عظمه جدا، وببارك لك طبعا على عودتك مره اخرى وان انت منور قناه الاهلي طبعا في البرنامج الجديد. ربنا يخليك كابتن. وده طبعا بيتكم قناه النادي الاهلي، حضرتك عارف انها جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، وحضرتك طالما يعني شرفتنا وكنا بنستمتع بحضرتك. طيب كابتن حمدي، احنا عملنا كده يعني في او لحضرتك كده عن يعني انجازاتك وعن دورك الكبير جدا ومشوارك في الكره الطائره. طب تحب نشوفه ونرجع لحضرتك تاني؟ تمام ماشي. اعزائي المشاهدين نروح للتقرير عن كابتن حمدي الصافي وارجع لحضراتكم تاني. حمدي الصافي تاريخ زاخر بالبطولات والإنجازات لاعبا ومدربا، هو أحد أبرز لاعبي مصر على مدار تاريخها في رياضة الكرة الطائرة، وأحد نجوم العصر الذهبي لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي. السد العالي أو قاعدة الصواريخ أو الهرم الرابع، ألقاب عديدة أطلقها محبو حمدي الصافي عليه. هو من مواليد 13 من أبريل عام 1972 بالإسكندرية، بدأ ممارسة الكرة الطائرة في 12 من عمره في دوري المدارس قبل أن يضمه نادي سموحة السكندري عن طريق أسامة محرم، قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر عام 90. وبعدها نجح حمدي الصافي في حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كافة الألعاب الرياضية، بعد أن بات أكثر رياضي في تاريخ الرياضة المصرية تحقيقا للبطولات، حيث حقق أسطورة الكرة الطائرة المصرية العديد من البطولات خلال مشواره كلاعب وكمدير فني. جاءت بطولات الصافي كلاعب في صفوف الشياطين الحمر كالآتي: 13 لقبا للدوري الممتاز بجانب 12 لقبا لبطولة كأس مصر، فضلا عن تحقيق 7 ألقاب من مسابقة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، و5 ألقاب من مسابقة بطولة أبطال إفريقيا للأندية أبطال الكأس، إضافة إلى 5 ألقاب للبطولة العربية. كما حقق لقب دوري أبطال آسيا عندما كان محترفا بأحد الأندية هناك، واستطاع الصافي الفوز مع المنتخب الوطني ب3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية وبطولة عربية ودورتين للألعاب الإفريقية وذهبية بطولة ألعاب البحر المتوسط في ألميريا بإسبانيا عام 2005، كما شارك في دورتين للأولمبياد في سيدني عام 2000 وبكين 2008، كما شارك في 3 بطولات لكأس العالم أعوام 95 و2003 و2007، ومثلهم لبطولة العالم أعوام 98 و2002 و2006، وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 2008، ثم اعتزل في عام 2010. وقاد سيدات طائرة الأهلي للتحليق في سماء مصر والعرب وإفريقيا بعدما حصد الدوري الممتاز خلال 6 أعوام متتالية، و5 بطولات لكأس مصر، و4 بطولات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وبطولتين للأندية العربية. ويأمل الصافي في التتويج بكافة البطولات رفقة فتيات الذهب خلال الأعوام المقبلة، بعدما رسخ داخل أذهان الجماهير الأهلوية أن الفريق لا يعرف معنى سوى الفوز ومنصات التتويج.